من أنت؟ أنا الشيطون. شيطون؟ ابتعد عني، ابتعد عني أيها الشيطان. أيتها الفتاة الحلوة، أنت الشيطان الملعون، صانع المشاكل والمكائد. لا 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 لا، هذه إشاعة. إنك تفسد بين الإخوان والأصحاب. ها؟ بين الإخوان والأصحاب؟ لا 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 لا، هذه كذبة كبيرة. أنا أعرفك، إنك تحب الخراب والدمار، وتحب الدم، وتحب أن تسيطر على الرجال لتتحكم بهم. يا لك من فتاة ذكية. ابتعد عني. إنها فتاة ذكية، ولكنها لا تعرف أنني حضرت إلى هنا لأشعل الحرب بين أمير البر وأمير البحر، واجعلهما يحاربان بعضهما بعضا حربا شعواء تقضي عليهما معا. لقد عرفتني، لا بأس، إن أمير البر وأمير البحر لا يعرفاني ولا يعلمان بمقصدي ونواياي، لأنهما مشغولان بالخصام الذي دب بينهما منذ مدة، والذي سأحوله إلى حرب. أنا الشيطان المكار، أحب أن أسيطر على عقول الناس وأفسدهم. إلى بلاد البحر، إلى أميل البحر. سيد الأمير يا عيني يا عيني يا عيني لا ينام قلق تعب يا عيني يا حرام. سيد الأمير يا عيني يا عيني يا عيني لا ينام قلق تعب يا عيني يا حرام. مين يقدر يشفي ولده ويعينه على الكلام؟ تمام 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 التمام. يا أهل البحر يا أهل البحر، قولوا لسانه علموا الكلام. يا أهل البحر يا أهل البحر، قولوا لسانه علموا الكلام، علموا الكلام الكلام. سلام عليكم يا أهل المدينة، سلام عليكم يا أهل المدينة. من ينقذ فواز له هدايا ثمينة، من ينقذ فواز له هدايا ثمينة. سلام عليكم، عليكم السلام، سلام عليكم، عليكم السلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المنادي، أبلغ أمير البحر أن ولده مثل أولادي. يا كبدي ولا فؤادي، خذني يا منادي لقصر أمير البحر، علمني أكون نافعا.
من أنت؟ أنا حكيم أفهم بالطب والدواء والمعرفة والعلوم. اذهب إلى أمير البحر وعرض عليه خدماتك علك تشفي ولده. وهل قالوا لك عني إنني طبيب أو مداوم؟ أنا لا أفهم إلا بالسرقة والخطف، هذا ليس من اختصاصي. حاول، ربما أفلحت. لا لا لا، أنا أريد مالا وذهبا عن طريق الخطف والسرقة. حاول يا سيدي. قلت لك لست طبيبا ولا مداويا ولا حكيما، أنا قصران. ولكنك تريد رؤية أمير البحر. لا أظن يستطيع مساعدتي الآن، فهو مشغول بابنه المريض كما ترى وتسمع. وما العمل إذن؟ ننتظر هنا حتى ينتهي الأمير من مشكلته مع ولده، بعدئذ نطلب مقابلته. أم كما تشاء. ولكن كل منك العبود. أنت الذي أضعت الصندوق، كله منك. وما ذنبي أنا يا سيدي القرصان؟ مولاي أمير البحر، ماذا وراءك يا قلاووس؟ ورائي أنا يا مولاي. أقصد، ما الذي تريده؟ لقد أحضرت لك الرجل الذي تبحث عنه، الرجل الذي سيفك عقدة لسان ابنك فواز. ماذا تقول؟ أين هو؟ إنه يقف أمامك يا مولاي. السلام على أمير البحر. وعليك السلام. قد سمعت المنادي ينادي ويشرح للخلق قصة ولدك يا فواز، أدامه الله لك وأبقاه. حزنت حزنا شديدا، حزنا قطع نياط قلبي. آه يا بعدك بدي، آه يا ولدي. قل ما عندك أيها الرجل. إن ولدك مثل أولادي، يا كبدي ويا فؤادي، عليك يا ابن أمير البحر العزيز ويا حبيبي. لا وقت لدي لكلامك هذا، أعندك الحل؟ نعم يا مولاي، عندي الحل. أنا خادمك المطيع المتواضع، مشهور في بلاد البر والبحر والسند والعجم وجزر الرخ والقمر والواق الواق. المهم. نعم يا سيدي، أنا مشهور بأنني حلال العقد والمشاكل، أفك لسان الأخرس المولود من بطن أمه أخرسا. المهم، ما هو الحل؟ هل لي بطلب واحد يا مولاي؟ أطلب. أرجو أن تتركني مع ولدك لفترة قليلة من الزمن، اتركنا وحدنا. وما الذي تنوي عمله؟ اترك الباقي علي أنا يا سيدي. لا بأس، ما دام الأمر في صالح ابني تفضل. قلاووس، خذ الرجل إلى حجرة فواز. أمرك يا أمير البحر. من سهيل سحواي؟ قمر. الحمد لله أننا وجدناك. الحمد لله أنني وجدتكما، إنني خائفة. خائفة؟ مما تخافين؟ أتخافين من شيء ونحن على وجه الأرض أحياء؟ ما الذي يخيفك؟ لا شيء لا شيء، هيا لنعد إلى بلادنا فورا. لا، يجب أن تبلغينا بالذي أخافك. إن كان وحشا ضاريا ذهبت إليه بسيفي وقطعته إربا إربا إربا، وإن كان سبعا لحقت به حتى لو هرب إلى عرينه. قولي لنا، ما الذي أخافك؟ لا شيء، هيا لنعد إلى بلادنا فورا. لا لا يمكن. هل يعقل أن يهددك خطر ما ونتركك في مثل هذه الحالة من الخوف؟ قولي لنا، هل هاجمك أحد رجالات عمك أمير البحر؟ إن كان الأمر كذلك ذهبنا إليه وسيوفنا مشرعة إلى بلاد البحر وغزونا عمك في عقر بحره. ما الذي أخافك؟ الذي أخافني ضب ضب. من المستحسن أن نعود بك إلى بيتك سالمة غانمة. من المستحسن، من المستحسن. حصان، ذهب. ملابس،
فتاة؟ يا ولدي، إن الآباء لا يفهمون مشاكل أبنائهم. أنا عمك ورفيقك وكاتم سرك، يحق لك يا ولدي أن تسكت، لا أحد يفهمك، ومعك حق في هذا السكوت. إن رجلا كوالدك لا يفهم عواطفك وشعورك، إنه لا يفهمك، لهذا لا تقل له ما الذي بقلبك وماذا يدور في خلدك. ولكن يا ولدي، لكل عقدة حل ولكل مشكلة حلان، ولو أنك قلت لي ما الذي يدور في رأسك وما الذي يضايقك لأمكنني مساعدتك. ها؟ لا تقدر. الصندوق الذي وجدته في بلاد البحر ودفنته تحت الشجر، إنني خائفة، إن بلاد البحر مليئة بالقراصنة والشريرين، يجب أن أجد طريقة أخرج بها الصندوق. كيف يا قمر؟ كيف؟ هذه أول خطوة. الحمد لله أنه نطق. اسمع يا ولدي العزيز، ضع ثقتك بي، تأكد أني أبغي مصلحتك. كيف تقول إنني لا أقدر على حل مشكلتك؟ ربما كان كلامك صحيحا، فإنني لا أقدر لأنك لم تطلعني على مشكلتك. قل لي ما هي مشكلتك وما الذي تريده. أريد قمر، هل تستطيع إحضار قمر إلى هنا؟ هذا الولد مجنون، يريد القمر. بسيطة يا ولدي، بسيطة. أتريد القمر؟ بسيطة. لم أقصد القمر، أقصد قمر. قمر؟ إنني لا أفهمك، أوضح ما تريد. قمر، بنية حلوة جميلة رقيقة عاقلة، رأيتها قبل أيام في ديارنا، ومنذ اللحظة التي وقع نظري عليها احترق قلبي بنارها وأحببتها، ولكن لا فائدة. أكمل يا ولدي، أكمل. من هذه الناحية الحل ممكن جدا. قلت لك لا فائدة. ها؟ ولم لا فائدة؟ حينما طلبت منها أن تحضر إلي، ها؟ صرخت في وجهي وسخرت مني ووصفتني بأنني بأنك ماذا؟ بأنني مدلل ومغرور. هذه بنية جاهلة ومجنونة. البنية أعقل مني ومنك. آسف يا ولدي، آسف. لابد أنك تحبها جدا. نعم، إنني أحبها من كل قلبي. اسمع يا ولدي، انتبه لما سأقول لك جيدا. قمر ستكون عندك عما قريب. أتظن أن أمير البحر سيوافق على مقابلتنا؟ يقولون إنه رجل عادل ويحب أن يعيد لكل صاحب حق حقه. والصندوق العجيب من حقي أنا، أنا الذي سرقته بيدي هذه وبسيفي هذا. ولكن أرجوك يا سيدي القرصان، لا تقل له إنك أنت الذي سرقته. لماذا؟ إن أمير البحر لا يحب اللصوص والسراقين. وماذا أقول له؟
لقيته طائشا على سطح البحر. لا لا، قل له إن الصندوق ملكك أنت. هذا صحيح، لقد بدأت تفكر يا عبود. أنا خادمك المطيع يا سيدي القرصان. ولكن كله منك يا عبود، كله منك، أنت السبب في فقدان الصندوق. وما ذنبي أنا يا سيدي القرصان؟ لقد طال الوقت ولم يخرج هذا الرجل من اجتماعه بابن فواز. يبدو أنه حكيم ماهر يعرف مهنته. أتعرف يا قلاووز، إذا نجح هذا الرجل وشفى ابن فواز لأكافئنه بجائزة ثمينة جدا. ما هي يا مولاي؟ مئات الأكياس من الجواهر والذهب والفضة، سأجعله غنيا أبد الدهر. ولكنه تأخر. هل أنت جاد في قولك؟ قلت لك ابشر ولا تقلق، ستكون قمر عندك عما قريب. لا يمكن، هذا مستحيل. لماذا؟ قمر بنية عنود، ولا أحد يستطيع أن يرغمها على عمل شيء لا تريد أن تعمله. أخبرني بمكان سكناها وابنة من هي وأنا أحضرها لك. لا أدري أين تسكن ولا ابنة من هي. عجيب، لا تعرف بمكان سكناها ولا من تكون وتحبها بهذا الشكل؟ لقد قابلتها في الغابة. كم مرة؟ مرة واحدة. لا بأس، لا تهتم ولا تشغل بالك، سأحضرها لك حتى لو اضطررت إلى تفتيش الخلاء شجرة شجرة، سأحضرها لك حتى لو كانت تحت الأرض. استرح أنت الآن وسترى بأم عينيك الفتاة التي أحبها قلبك، ستراها وهي تدخل هذا المكان وهي تنحني لك وتقول: شبيك لبيك قمر بين يديك. صحيح، استرح أنت الآن واترك الأمر لي. بشر أيها الرجل، طمئني، ما الذي يريده والدي فواز؟ هل نطق؟ هل قال شيئاً؟ الصبر الصبر الصبر. المهم الذي يريده والدي فواز، هل طلب الشمس؟ لا، إنه يريد القمر. الحمد لله. قلاووز! نعم يا سيدي. أحضر له القمر. واحد قمر لفواز. لا يا سيدي، إنه لا يبغي القمر الذي في السماء، بل يبغي القمر الذي على الأرض. القمر الذي على الأرض فواز. انتظر يا قلاووز. اسكت يا قلاووز، أريد أن أفهم من الأخ الكريم عن مقصده. قل لي أيها ما اسمك الكريم؟ خادمك شيطون. أهلا بك يا شيطون. ماذا قلت؟ اسمك شيطون؟ نعم يا سيدي، شيطون. ما علينا، المهم ما الذي يريده ولدي بالضبط؟ أريد أن أسألك سؤالا. تفضل. هل تعرف فتاة اسمها قمر؟ قمر؟ إنها ابنة أخي أمير البر. لماذا؟ هذه البنية التي يحبها فواز هي قمر ابنة أمير البر، وهي الفتاة التي رأيتها بين الأشجار. أنا أعرف أن هناك خصاما بين أمير البر وأمير البحر. الآن سنحت الفرصة لأشعل الحرب بين الأخوين. سأستغل هذه الفرصة لأقيم الفتن والقلاقل. لماذا تسأل عن قمر؟ وما علاقة قمر بابن فواز؟ يا سيدي أمير البحر،
اسمح لي أن أعترف لك بالسر الرهيب اكتشفته خلال لقائي بابنك فواز. سر؟ ما هو؟ إن ابنك فواز مسحور. مسحور؟ ماذا تقصد؟ لا تغضب مني. لا، لن أغضب منك. هناك رجل خبيث عمل له سحرا لكي يخرسه ويصيبه بالجنون. ومن يكون هذا الرجل؟ أخوك أمير البر. ماذا تقول؟ ولهذا فقد النطق لأنه يريد قمر. اشرح لي بالتفصيل، إنني لا أفهم ماذا تقصد. إن أخاك أمير البر لا يريد أن يعطي ابنته قمر لفواز، فراح وعمل له سحرا، عمل له عملا خطيرا ليربط لسانه. ولكن لا تقلق، فلولاي أنا لفقد النطق وإلى الأبد، ولكنه الآن عاد لصحته وعاد ينطق كسابق عهده. هذا صحيح، أشكرك يا شيطون. أخي أمير البر يعمل سحرا ليربط لسان ابني ويمنعه من الكلام، يريد لابني أن يظل أخرسا طوال حياته. اسمح لي أن أقول لك ولا تؤاخذني على قولي، إن أخاك رجل خبيث يريد الشر لك ولابنك فواز. مسكين فواز، مع أنه يحب قمر ابنة عمه. فواز قال لك إنه يريد قمر؟ نعم، وشرف الطاهر. إن لم تصدقني فاذهب واستمع إليه بنفسك. لا 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 لا، أنا أصدقك يا شيطون، أنت لا تكذب. فواز يريد قمر، فواز يحب قمر، وأنا علي أن أحضر له قمر. ولكن كيف؟ 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 تشجع يا سيد القرصان وتحدث معه. اسمح لي. نعم، أريد مقابلة أمير البحر. إنه مشغول، ولكن الأمر عاجل. انتظر حتى أسأله. من أنت؟ أنا قرصان البحر. كيف أحضر قمر لابن فواز وقد رفض أخي خطبتها منذ زمن طويل؟ مولاي أمير البحر، ماذا وراءك يا قلاووز؟ في الباب قرصان البحر يريد مقابلتك. قل له أن ينتظر، أنا مشغول. ألا تراني أفكر في طريقة أحضر بها قمر من بلاد البر؟ أمرك يا سيدي. كيف أنا أقول لك كيف؟ كيف؟ أسعفني. بالسيف يا سيدي. بالسيف؟ نعم، بالسيف. لقد طلبت منه من قبل أن يعطيك ابنته قمر لابن عمها فواز، ولكنه رفض. الطريقة الوحيدة هي الحرب بالسيف. هذا صحيح، بالسيف. بالسيف. دعني أرى فواز أولا. يا سأشعلها نارا لا تهدأ بين أمير البر وأمير البحر. لأنني أحب الدمار والنار والخراب، أحب أن أتفرج على الحروب. هذا هو أمير البحر، قد غضب وهاج وامتلأ قلبه حقدا. بالسيف يريد قمر. حقا يا ولدي تريد قمر؟ نعم يا أبي، إنه يتكلم، إنه ينطق، والفضل كل الفضل
لهذا الرجل المدعو شيطون. مبروك يا أمير البحر. بارك الله بك يا قلاووز. لا تقلق يا ولدي، سنحضر قمر حتى لو كانت في المريخ. هيا يا قلاووز، دع فواز يستريح. الآن أصدق كل كلمة قلتها أيها الرجل الطيب. أنت لا تكذب يا شيطون، فواز فعلا يريد قمر، وأنا علي أن أحضرها له بحد السيف. يجب أن نحضر قمر لفواز يا قلاووز. وعد قمر لفواز. اسكت أيها المغفل، قمر ما زالت موجودة بأرض أمير البر. مسكين فواز، هل أبلغك أنه رآها وأحبها وأنها قالت عنه أنه مدلل ومغرور؟ ابني مدلل ومغرور؟ يجب أن أقطع رأسها. لا لا، أرجوك يا أمير البحر، نريدها حية لا ميتة حتى يتمكن فواز من الزواج بها. هذا صحيح، أنت رجل حكيم يا شيطون. لنعلن الحرب على أمير البر.